للتعليق على قرار لجنة الانضباط بالكونفدرالية الإفريقية معنا عبر الهاتف الخبير القانوني منصف اليزغي. مساء الخير سي منصف. مساء النور. دعني أسألك في البداية عن قراءتك في يعني حيثيات هذا القرار. فلنقل بأنه قرار مهزلة شبيه بفضيحة رادس، حتى لو أعطي للجانب التونسي أن يخط بيديه قرارا لصالحه لم يكن ليخطه بهذه الرداءة. إذن هو قرار مهزلة بكل المقاييس، قرار يؤكد بأنه الكاف تتأكل من الداخل. كيف ذلك؟ أن أأتي في لحظة وأعلن بأنه الجمهور أو مباراة الترجي ستجري بحكومة مقابلتين بدون الجمهور، لكن على أن ينفذ هذا القرار بعد 12 شهرا لم نسمع بذلك من قبل. أن يتم عقاب رئيس الترجي بعقوبة 20,000 دولار وهو الذي سب وكال الشتم لرئيس الوداد ولرئيس الكاف، بل أكثر من ذلك أن يأتي ويقول بأنه الوداد انسحب، أعتقد لو كان القرار منسجما كان المفروض أن يعاقب الوداد بسنتين إذا كان فعلا القرار يؤكد بأن هناك انسحاب من الوداد. إذن هو قرار مهزلة، بل أكثر من ذلك عندما نجد أن لجنة داخل الكاف تعارض أو تناقض قرار اللجنة التنفيذية السابق الذي صدرت 5 يونيو. إذن في عمومه هو قرار مشوب بالعيوب، قرار له سيثير ما يثير وسيجعل هناك حلقات أخرى من مسلسل الوداد والترجي والكاف. نعم، قرار مهزلة ومعيب كما جاء في كلامك الآن. ما هي الخيارات المتاحة أمام فريق الوداد البيضاء؟ الوداد ملفه قوي، وأكرر حتى بالنسبة للمتشائمين في هذا الموضوع خصوصا في الجانب المغربي تفرق الأمر بين فريقين، هناك متشائم ويقول بأنه الوداد خاسر مسبقا وهناك من يتبت بالأمل. هذا الأمل متوفر لدى الوداد، لديه فرصة تقديم استئناف في ظرف ثلاثة أيام. هناك نقاط معيبة في القرار، أولها هو أنه على مستوى الشكل يكفي بأنه اللجنة المختصة بالنظر في هذا الموضوع ليست هي لجنة ليبيا بل لجنة تنظيم المسابقات والأندية. ثم أيضا عدم اعتماده على فصول معينة من قانون خاص بعصبة الأبطال الإفريقية والذي يبني بأن المباراة يجب أن تعاد في هذه الظروف. إذن هي إشكالية موضوعة، حتى لو في حال استئناف كان القرار ضد الوداد، أعتقد بأن الوداد لها كامل الحق في أن تسجل لحظة تاريخية من خلال التوجه إلى الطاف على الأقل لتكريس الجهاد ولوقف ما يعتمد داخل الكاف من ألعاب مضى عليها الزمن، بل أن هناك كما قلت دائما هناك دولة عميقة داخل الكاف تتصرف في شؤون مصالح الأندية، والأكيد أنه جاء الوقت للحد من هذه المهازل. نعم منصف اليزغي الخبير القانوني، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.